بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله متابعين الأكارم في حلقة جديدة من برنامج يسألونك الذي يبث خلال شهر رمضان المبارك مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطاها حفظه الله. حياكم الله وبياكم شيخنا الفاضل. أهلا وسهلا. الله يحفظك شيخنا، الله يبارك فيك شيخنا. في البدء ونحن في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، تكلمنا في الحلقات الماضية عن القرآن في تفسيره والتمعن في معانيه، وكذلك عن تدبره في حلقة يوم أمس. نود في هذه الحلقة وآيات الصيام أتت بعدها آية كريمة جليلة، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. حقيقة شيخنا، شهر رمضان مثلما هو شهر القرآن، الكثير ما يركز على مسألة الدعاء، وهناك أحاديث شريفة في هذا الموضع عند إفطار الصائم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فنستهل حلقتنا بإذن الله تعالى نتكلم عن الدعاء في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها المستمعون والمشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آل كل وصحب كل وسائر عباد الله الصالحين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى موصوف بكل صفات الكمال، ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه السميع البصير، والآيات القرآنية المليئة حينما يذكر الله سبحانه وتعالى حكما من الأحكام ويناشد البشر في العمل يختمها بأن الله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله سميع بصير. فالإنسان العاقل الذي ينبغي أن يتدبر آيات القرآن وألفاظه، فكل لفظة تعطي معنى، يعني حينما يتحدث الإنسان مع الله تعالى الذي يعلم ما توسوس به نفسه، إذن ينبغي أن يتقي الله الإنسان، لأنه يكلم ويعامل من لا تخفى عليه خافية. ولذلك ينبغي أن تكون أعماله ابتغاء وجه الله، لأن الله يعلم السر والعلن، فليكن عملك هكذا، وإلا فإن النتائج تكون يعني مخيبة للآمال. يعني كثير من الناس يعمل العمل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهو في الحقيقة العمل ليس له أصل في الدين. وكثير من الناس من يلصق بالدين أمورا مفترات على الدين ويتصور أنه هذا عبادة، وما أكثر هؤلاء. فينبغي للإنسان أن يقف موقف الأدب والأمانة في النقل أيضا. يعني الآن الذي يكتب بحث أو يكتب كتاب أو شيء، ينبغي أن يكون أمينا فيما ينقل عن الناس. ولذلك أنت تلاحظ يعني البحث العلمي لما تدون مسألة ينبغي أن تذكر أنه إن كانت لك فهو ما هو دليلك، وإذا نقل أن تكون أمينا في النقل. هذا مع الناس، فكيف مع الله سبحانه وتعالى؟ فينبغي للإنسان أن يكون حضور الهيبة الإلهية في قلبه دائما، وإلا تراه في خطر، ويوم القيامة أعمال كلها ترفض، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما الذي يريد الآخرة ويسعى لها سعيها وهو مؤمن، وهو بحضور قلب يعبد الله كأنه يراه، هذا هو الموعود بالجنان، والموعود بالرضوان، الموعود أن يعيش على بصيرة ويموت في أمان. يعني نحن الآن في الحياة
كلنا نشعر بأن لها نهاية عندنا. ما من إنسان عاقل الآن تحكي معاه إلا ويقول لك يوجد لحياتنا الآن نهاية. ما هي النهاية؟ قال آخر أنفاس يدفعها ثم يفارق. إلى أين؟ قال عقائد السماء وكل الأنبياء جاءوا بهذه العقيدة، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليطبق منهجه في الحياة، وتطبيق منهج الله في الحياة هي عبادة. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليطبقوا نظام الحياة الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. فلما يكون بهذا الشكل كل مفعول جائز عند المسلم، واجب أو مستحب أو جائز، هو معناته فيه نص أو إذن من الله. إذن لما يكون فيه إذن من الله يفعله ابتغاء مرضات الله، فيكون عبادة. حتى لو بده يشرب ماء هو عبادة، يمشي إذا كان المشي والخطى مقصود قال عبادة. في كل التصرفات يربي ابنه إن كان بنية أن يكون عقب صالح يدعو له بالخير يساهم في الحياة في بناء الحياة، هذا في عبادة. يعني يقول لك كل الناس تربي أبنائها، لكن فرق بين من يرحم ابنه ويعطف عليه بدافع الغريزة، هاي ما بيفخر، الحيوانات عندها أيضا هذا، لكن المسلم يجب أن يكون بدافع غريزة مصحوبة بأمل أن يكون هذا من عباد الله، لا من عباد الشيطان، ولا من عباد الهوى، ولا من عباد الدنيا، ولا من عباد السلطة، ولا من عباد المال. فلذلك ينبغي أن يكون لله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يجعل شريك مع الله في أي عمل يعمله. قال نروح نسلم على فلان، إذا لوجه الله عبادة، وإذا يبتغي أمور دنيوية مو عبادة. قال مخلوطة، قال يا مخلوطة الله ما يقبلها. ليش؟ لأن الله جل وعلا هو المتعالي المتكبر، لا يرضى الشرك مع أحد، يقول أنا أغنى الشريكين، خليها لصاحبك. فلذلك على الإنسان أن يخلص النية في العمل، وأن ييقن ويتأكد بأن الله جل وعلا لا يضيع مثقال ذرة ولا مثقال حبة من عمله، إن الله لا يظلم مثقال حبة وإن تك حسنة يضاعفها. إذا هذه الحبة حسنة يضاعفها ويكبرها، لكن ظلم ما يوجد، الله يحصي عليك الأعمال كلها، والحساب سيكون دقيقا شفافا ليس فيه افتراء على أحد. وبالتالي يوم القيامة يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أنا وضحت الطرق والسبل، لا يوجد هنا خفاء في شرع الله، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم كلهم مثل الملائكة، قال ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، يعني فسق وكفر، قال ما نقص ذلك في ملكي شيئا، فسبحان الذي لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فالسجلات عند الله موثقة ثابتة، كل إنسان عند الحساب عن يمينه وشماله سجلات أعماله وأضابيرها، والإنسان المصيب ذاك الوقت لا ينسى شيء، يتذكر كل أعماله. ولذلك المخطئ
يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالإنسان لا يفكر بأنه يختفي أخذ الرشوة ما حد شافه فلان شيك، ما لا يتصور هذا. فإن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله جل وعلا قادر يوم الحساب أن يجيب له صورة من الفيلم شلون اتفق هو وفلان وغيروا معالم الأرض وغيروا سجلات العقار وعملوا كذا وقبضوا الفلوس، الله يعيد الصورة مالته يوم القيامة في فيلم كما نلاحظها الآن. فالإنسان خلي يفكر بأنه ما مخلوق سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، الله منزه أن يخلق البشر وخليه يعمل ويفتح له المجال ويظلم ثم بعدين ماكو حساب، هذا ظلم. فإذا لا بد من اليقين بأن هناك عودة وحساب على الصغيرة والكبيرة، وتكشف هناك الحقائق يوم تبلى السرائر. كثير من أولئك الذين كانوا في ظاهرهم يتكلمون بالدين وبالعدل والمثاليات وهو عاري عاري، فقط كلام لسان. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضاه، فالله جل وعلا قريب بل أقرب من حبل الوريد. ولما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، المناجاة كلام سر والمناداة بصوت عالي، فأنزل الله هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن قرب مو قرب مسافة، لا قرب مسافة مكان، وإنما مسافة أنه لا يخفى عليه من أعمالكم شيئا. قال أجيب دعوة الداعي في جوف الليل، يجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. يعني أول مرة هم خلي يبدون حسن نية ويعملون صح، تجد ربك أقرب إليك منك. نعم، جزاكم الله خير شيخي، أجدتم وأفدتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرب بين العبد وربه إن شاء الله بصورة دائمة يا رب. نعم نعم شيخي، نستأذنك نأخذ بعض الاتصالات إن شاء الله. نأخذ الاتصال الأول، أبو علي من بغداد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، تفضل. حياكم الله، تفضل أخي. دكتور شلون يسلم لنا الدكتور من النت؟ ان شاء الله. اسمع عندنا من التليفون اخي، بس عندنا اسمع عندنا التليفون وطيني السؤال. هو من التليفون اي نعم، تفضل. السؤال بس على مود العمره بالاقساط، هاي الشيء يعني حلال حرام او شلون؟ نعم، لانكم بيهم شيء يسوون ياخذون ماستر كارد ويعني يستبك بالدولار بس ياخذ بالعراقي على الصرف، وقسم لا ياخذ بالدولار، يعني ما اعرف يعني تفريق شيء. تمام، تسمع جواب من الشيخ ان شاء الله. ممنون، أشكرك. ضمياء من بغداد، تفضلي أختي. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. أريد أسأل الشيخ. نعم، تفضلي أسمعك. أخويا أدى مبلغ خلاه ويانا بالبيت، اشترينا بيت وخلاه مبلغ مات ويانا. نعم. بس ما سجل شيء باسمه، متوفى. زين. شلون يعني أسوي له وقف لو أوزع مال ورثة؟ عنده هو أبناء؟ لا لا ما عنده، ما متزوج يعني. تمام، تسمعين الجواب من الشيخ. شكرا يا رب. شكرا. نعم. أم إسلام من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أختي. رمضان كريم عليكم أجمعين، علينا وعليكم إن شاء الله. الله يسلمك. عندي سؤالين للشيخ، ممكن يعني إذا أخذ من وقته؟ أي نعم، يعني تفضلي. شيخي، أول شيء أني أريد أحكي لك فشي يعني على أهلي، واحد اختصر لك إياه. يعني أني هالوحيدة لأهلي، وأدي أخوان، يعني أنا عندي أخ شهيد وأهلي يستلمون راتب مالته، يعني أنا زوجي مريض يعني مي مقعد، وأنا يعني ما عندي لا راتب لا فتش، يعني دائما أمي تفرق بين الكل، يعني مثلا هذا تاخذ له سلفة وتطي وأروح محتاجة لها ما تساعدنا، لا تطيني من راتبه لا شيء، ودائما أقول لها مثلا يعني ساعدوني شيء، دائما هاي التفرقة منتهين من أدي يعني بيناتهم، يعني ما أعرف شنو هالسبب يعني، وأنا محتاجة لهذا الشيء. والسؤال الثاني شيخي، يعني اكو يعني بنية صديقة لي، هي كانت مريضة ومسوية عملية، فهي خطية عليها ديون هواي، فمرات اكو ناس مثلا يعطون مساعدات الفقراء فيقولوا لها انت المن ما تريدين انطين، فهي يعني تاخذن تفك بهن دين، هل هذا حلال او حرام يعني شيخي؟ يعني البعض يعطوها مال للفقراء فهي تاخذه اليها.
الو اسمعك ام اسلام كملي سؤالك. اي وهذا هو، انا اشكركم وجزاكم الله كل خير. نعم جزاك الله خير، وان شاء الله يجيب الشيخ على الاسئله. الله يسلمك. نعم ناخذ احمد من بغداد، تفضل اخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله، تفضل. ممكن اسال فضيله الشيخ؟ اي يسمعك ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله يا رب. شيخي السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك ويحفظك ان شاء الله وينفع بعلمك ان شاء الله، اللهم امين. امين يا رب. شيخي بنزحم عليك، اذا اسال تفسير قول ربنا سبحانه وتعالى ان الله لا يحب الفرحين، هاي تشكل علينا احيانا، هل هو رب العالمين يعني ما يحب الفرح بصوره عامه؟ هي جايه جزء من ايه، هذا سؤال اول. والسؤال الثاني قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، هل هذا معناه انه اللي ينظلم ممكن انه احيانا قد يكون يتكلم بالسوء مثلا، هل هي جائز له؟ والسؤال الثالث هل ما قوله تعالى ان بعض الظن اثم، فهل هذا معناه انه الجزء المتبقي من الظن لانه بعض اثم المتبقي هل هو من الفطره؟ وبارك الله فيك والله ينفع بعلمك ان شاء الله. جزاكم الله خير يا شيخي، بارك الله فيكم. نعم منعم من بغداد، منى من بغداد عفوا، تفضلي. عليكم. عليكم السلام، حياك الله اختي، تفضلي. رمضان كريم عليكم يا ربي. اجمعين علينا وعليكم ان شاء الله، تفضلي. اريد اسال سؤال. نعم. اني مريضه اخذت علاج كيميائي. اسال الله سبحانه وتعالى. وصار عندي لنا ولكم. نعم. صار عندي اجراء كيميائي سكر. نعم. صار عندي غيبوبة وصلت 450 السكر. نعم. فقدت يومين وشوية عند المستشفى. نعم. فقالوا لي الدكتور قال لي لازم تفطرين، فأرد أشوف المبلغ اللي أدفعه يومية قد بالضبط. نعم. أنا عندي راتب موظفة ديوان. نعم. راتب 400. نعم. فأرد أشوف يومية قد أدفع، يعني شهر كله قد يصير علي أدفع من راتبي. نعم. تسمعين الجواب يعني من الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبسك لباس الصحة والعافية يا رب. آمين اللهم آمين. الله يحفظ. نعم أم تركي من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. رمضان كريم لحضراتكم. أجمعين علينا وعليكم إن شاء الله يا رب. السؤال الفضيلة الشيخ. نعم. هل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نعم. فسر القرآن الكريم أم فقط يتلو ما يوحى إليه؟ لأن العرب أهل فصاحة ويفهمون كل الآيات. نعم. والسؤال الثاني فضيلة الشيخ، هل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يفسر ولم يعطي معنى للحروف المقطعة في القرآن الكريم؟ نعم. ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام. إن شاء الله، جزاك الله خير أم تركي، تسمعون الإجابة إن شاء الله من الشيخ إن شاء الله. نعم شيخ، هي مجموعة من الأسئلة بإذن الله، ناخذ عندنا سؤال من اليوم امس وان شاء الله نكمل اسئله الاخوه المتصلين ان شاء الله باذن الله. اخونا البارحه سالنا حقيقه ابو روان من بغداد، يعني سالنا سؤالين حقيقه، والسؤال الاول يقول عنده مبلغ مالي وجده في مكان ما وترك تليفونه عند احد الاشخاص، اذا مثلا هذا احد سال عن هذا المبلغ او لا، ويقول اخوي عنده زوجته سوت عمليه جراحيه فاحتاج هذا المبلغ، فيقول احنا تبرعنا له جزء من المبلغ ووضعت هذا المال من ضمن فلوس العملية الجراحية، يعني المال اللي أخذه خلاه ضمن أجور العملية الجراحية، فهل يجوز ذلك أم لا؟ إذا كان نيته في التعريف أنه وضع السؤال أن اللي فقد شيء يجي يسأل وخلى تلفون أو شيء، نعم يعني عمل المطلوب إن شاء الله هو برئ ذمته، نعم لكنه إن تصدق به في جهة ما ينبغي أن يشهد واحد أو اثنين، لأنه هذا ترى مو مالي أنا لقطة، وأرسل لقطة شرعا تصرف في الخير بنية الضمان، أضمنها من يطلع صاحبها. نعم. فيصرفها لا بأس، فإذا طلعوا أهلها في المستقبل هو ضروري إما أن يوهبوا وإما أن ينطيهم إياه. تصرف جيد وإن شاء الله حسب نيته مأجور. نعم. سؤال آخر من أخونا ثائر من بغداد، عنده ابنه عمره 12 سنه شيخي، وهو عسكري يقول انا ما متواجد اغلب الوقت في البيت، فابنه هذا يقوم بشراء حاجيات المنزل، فالابن عنده رغبه في الصيام ولكن الاب يمنعه من الصيام. الحقيقه الاطفال او دون الحلم، يعني الوارد في الشرع ان الانسان لا يجبر جبر على العباده ولا ينهى عن العباده،
فإذا رأى عنده إقبال وتوجيه حلو من هو طفل يعلمه عبارات الإيمان، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ليش اليوم الآخر؟ قال يوم القيامة بعد ذلك يعني تعاد الحياة جديدة ويحيى الأموات ونحاسب على الصغير والكبير، والذي يعمل خير الآن يراه هناك، واللي يعمل شر يراه هناك، فيفهمون الأطفال من هذا. فلذلك إذا اندفع إلى الصلاة صلى، بل هو يأمر لما يصير عمره 7 سنين ويفرك إذنه إذا صار عمره 10 سنين، لكنه مو ضرب أو تكريه كره على الدين. كذلك في الصيام إذا وجد عنده طاقة ويقدر يصوم لا ينهى، وإذا شاف نفسه حيل تعبان طفل يلقنه بأنه هذا أنت بعدك صغير، وإن شاء الله لما تصير بالثالث متوسط ذاك الوقت يكون يعني صومك أكمل من الآن وناضج، فيصير للأطفال فيعلموه، لكنه مو يكره إكراه. هاي ناحية. نعم. الناحية الأخرى هو هنا الهدف مو قوي، يعني هو لو يقول ما عندنا أحد يجيب لنا الخبز هذا خليته صانع بمحل وكذا ويصوم ما يقدر يدبر العمل ده حتى ناكل خبزة، قال افطر. لكنه إذا كان لا ده يجيب لهم حاجات البيت، حاجات البيت بسيطة والمحلات قريبة ما بها ذيك المشقة. نعم. فينبغي أن لا يغلظ عليه في هذا، وإذا يريد يصوم خلي يصوم. إيه؟ نعم. ولا إذا أفطر يأنبه، ليش؟ لأنه هو دون التكليف. نعم. لأنه أمور التربية في الشريعة الإسلامية مبنية على الإقناع، هو اللي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فيحبب ويكره بالأسلوب التربوي النافع. نعم. جزاكم الله خير شيخي. حقيقة شيخي وردتنا بعض الأسئلة بخصوص موضوع الزكاة، زكاة المال. نعم. فيوم أمس احنا تناولنا بعض الأسئلة بخصوص زكاة المال، فوردتنا بعض الأسئلة أن شخص عنده قطعة أرض اشتراها ولكن لغرض الاستثمار، وشخص آخر عنده اشترى بيتين يعني مشتملات صغيرة ولكن للإيجار، يعني مستخدمها للإيجار، فهل عليها زكاة؟ والزكاة تخرج من الإيجار أم تخرج من رأس المال؟ هنا الأموال التي تزكى، نعم، التي تخرج عن الحاجة الأصلية. نعم. الحاجة الأصلية أنه الإنسان لا يستغني عن دار يسكنها، فهل يزكي بيته اللي ساكنه؟ قل لا. نعم. لا يستغني عن السيارة أو الفرس قبل أو كذا، لا يستغني. فإذا واحد عنده بيت وسيارة وعبد أيضا يخدمه وأكو عبدة داري تشتغل ملك يعني، نعم، هذا ليس عليه زكاة. الزكاة على الأموال النامية. إيش النامية؟ يعني اللي فيها قابلية أو قدرة على التشغيل وتنمو تكثر بها أرباح، وهي النقود وسلع التجارية، فما يعد للبيع والشراء هذا فيه زكاة. رأس السنة لما يصير الحول يكتب أنه إيش قد نقد عنده، هل قد زكاته؟ إيش قد عنده مادة مطروحة بالمحل قيمتها هل قد الآن؟ ويجمعها كلها وينطي زكاتها. إذا أدوات يعني تلفزيون ومنضدة وكراسي فلان شيء، هاي كلها بها. زين، إذا كان هو يبيع ويشتري بالدور والمشتملات والشقق، نعم، هذه أيضا تعتبر كعروض التجارة. رأس السنة يقومها بش قد، هل قد يقومها وينطي زكاتها. نعم. ليش؟ كعرض عرض تجاري. أما إذا كان هو ما بانيها للعرض التجاري، بانيها للاستثمار. إيش استثمار؟ معناته أجرها وأعيش على الإيجار. هذا الزكاة على الإيجار وليس على عين العقار. نعم. جزاكم الله خير شيخ. شيخي، سؤال آخر اللي وردنا من أخونا أبو علي من بغداد، يسأل بخصوص العمرة بالأقساط، هل هي حلال أم حرام؟ على أي حال، هو كل عقد بين اثنين أشر عليه أن هذا يكون ناجز، يعني ينطي 10,000 دينار أو كذا، هذا جائز. وإذا قال له لا أنا أعطيك كل شهر 1000، فمعناته 10 أشهر يلا أسدد لك إياها، إذا باتفاق الطرفين جائز. نعم. لأن هو مدى يسوي في التعامل خارج عن الشرع. بالشرع يجوز البيع نقدا ونسيئة، والمنافع يجوز الاتفاق على أداء البدل، بدل المنفعة يعني الإيجار، نقدا أو منجزا أو
مقسطا بيع بالتقسيط. هذا جائز وهذا جائز، بس ينبغي العقد يتجه على صورة واحدة، مو يخلي متردد بين هذا وهذا، يقول هذا بالنقد ب 120 وبالاقساط قال ب 150. فما فقط هذا للعلم، جاء يريد قال زين خلا شوف ان هذا قال له نقد لو اقساط لا تلعب هنا وهنا، فاذا قال له بالاقساط خلي يسجل يفتح له قائمه بالاقساط هلقد تدفع وكل شهر تدفع هلقد. فهذا جائز. شيخي عمره من هذا القبيل اذا اتفق على انه بالاول ما يسافرون ينطي 200 مقدم دولار مقدمه والباقيه بعد عودتهم كل شهر ينطي 100 دولار جائز. واذا قال ينطي 100 دولار ولما جاء راس الشهر قال له 100 دولار قال له شوي صار غالي قال غالي ما قال انا متفق وياك 100 دولار كل شهر. واذا متفق بالعراقي كذا عراقي هذه حقيقه فيها شويه نوع من الاشكال. لانه الاشكال شنو؟ قد يكون اول شهر كان العراقي مثلا 150 لما راحوا وجوا ورا 3 أشهر 4 صار 140. فهذه اذا صار 140 اللي ينطي 140 الان واللي ينطي 140 قبل ما سافروا قال اكو فرق بهذا. في هذه الحالات نرجع الى السابق قلنا اذا كانت العمله غير مستقره على وقت على ثمن معين او على قيمه معينه الأولى تقييمه عند العقد إيش قد بذمتك؟ قال 10 أقساط كل قسط كذا قال يعني 10 أقساط بالذهب هالقد وبالشهر كل شهر ينطي غرامين ذهب فعلى غرامين ذهب وقت تصير ب60 وقت تصير ب30 إحنا ما سألنا عنها إحنا سألين عن الذهب. فهذه بالأقساط إذا اتفقوا على النقد الثابت أو قولتهم يعني الدولار هذا ماشية، لكن إذا اتفق على الدينار إذا كانت المسألة سريعة تجارة حاضرة جائز، لكن لما تمضي عليها مدة طويلة 6-7 أشهر قد يكون الفرق فيها 6 أشهر قد يصل إلى ثلث المبلغ وهو ضرر على أحد الطرفين سواء كان المقرض أو المقترض. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رؤوس أموالكم هذا المقرض إذا الآن بنتي تنطيها العملة زايد يعني هبطت قال راح يتضرر هو فوق ما يقرضك هو يتضرر. المفروض في هذه الحالة يقيس على الذهب. جزاكم الله خير شيخي. هو ذكر حالة تصير حاليا في بعض المكاتب مكاتب الحج والعمرة أن يأخذ الماستر كارد مع الموظف مو يسلم عن طريق البطاقة هاي الإلكترونية فيخليها عند الشخص المتعهد الحملة فهو يسحب صعد الدولار أو نزل الدولار يسحب عراقي لو دولار هو أحيانا يقول مثلا إحنا متفقين على الدولار ولكن يسحب بالعراقي يسحب مبلغ أعلى تعرف هذا صار المفروض يمشي على خطة ثابتة أما يصعد بكيف أو ينزل بكيف حسب السوق. ولهذا شرعا جائز بيع النقد بنقد آخر من جنس ثاني متفاضلا لكن شريطة تكون نقدا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد فضة بفضة مثلا يدا بيد. إذا اختلف الجنس يعني ذهب وفضة قال ببيعوا كيف شئتم يعني سابقا تصل يعني مثقال الذهب إلى 12 درهم 12 درهم فضة وقت يصير 9 وقت يصير 10 فهذه إذا اختلف الجنس مال الذهب والفضة قال يجوز التفاوت لكن يجب أن يكون نقدا يدا بيد يعني ينطي الذهب ويأخذ الفضة ينطي الدينار ويأخذ الدولار. أما ينطي الدولار هسه وبعدين الدينار خلي وقت آخر يصعد بكيف هذا ما يجوز. جزاكم الله خير شيخي. شيخي السؤال آخر من أختنا ضميان من بغداد عندها أحد أخوتها تقول إحنا اشترينا بيت وهذا البيت سجلناه باسمنا كليتنا فأخوها ما متزوج فأخذوا حصته فكانت معاه المبلغ في البيت فتوفى أخوها فتقول سجلوا باسم أخوها؟ لا هم بيت بشركة فأخوها عنده مبلغ من المال فصار معاه البيت ولكن البيت ما مسجل باسم أخوها سجل باسم هذه أخته. فتقول أني هسه لحد الآن مثل تأنيب الضمير يصير عندها تقول هو توفى أخويا فهل أسوي له وقف من المبلغ اللي موجود عندنا بالبيت أم أوزع التركة
اللي موجودة عندنا؟ هي ما من حقها أن تتصرف بدون علم الورثة، لأن وفاة أخيها بوفاته تنتقل ملكيته للأملاك، تنتقل إلى الورثة. نعم. في اللحظة التي فارق الحياة ملكيته تنتقل إلى، إذا أمه موجودة إلها سدس، أبوه موجود إلى سدس، الباقي للإخوة والخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. في أول لحظة يموت انتقلت إلى هؤلاء. نعم. فهي مو بكيفها أن تعمل عمرة، تعمل حج أو تسوي له وقف، تفاوضهم. نعم. يوافقون ما يوافقون، إذا وافقوا على أن يتصدقون به على روحه جائز، إذا وافقوا أنه يسووا وقف في سبيل الله مثلا أيضا جائز، أو يروحون يبنون مسجد أو يروحون يبنون مدرسة. كثير من المناطق يعني بحاجة إلى صف بالمدرسة تبنى لهم، فواحد يبنى لهم وهكذا. نعم جزاكم الله بس خير. شاهدنا مو هي اللي تستقل بالأمر، الورثة. نعم حقيقة أختنا أم إسلام عندها سؤال من شقين. الشق الأول بخصوص والدتها، تقول والدتي تفرق بيني وبين أخوتي يعني، فتقول إحنا عندنا أخ شهيد، فتعرف شيخ الشهيد حاليا له راتب من الدولة. نعم. فتقول الراتب تعطي لأخوتي البقية، ولكن أنا كل ما أروح لها وزوجي مقعد ما تعطيني، وتفرق بيني وبين أخوتي. فتسأل يعني بخصوص والدتها. ما عندنا حل إلا أن نسأل الله تعالى أن يجعل في قلوب الجميع الحنان والعقل والحكمة. يعني قد تكون هي مكتفية نوعا ما، وتجد أن بعض أخوتها أحوج منها. فإذا تصرفت الأم بهذا الشكل، الأم ما مسيئة، بس هي تريد تحوز شيء منها. وشرعا الله جل وعلا أوصى الوالدين أن لا يخصوا بعض الأولاد بشيء دون الآخرين، لئلا تتسرب إلى نفوسهم هذه الحالة أنه ليش يفضل فلان علينا. ولهذا أخوة يوسف قال ليوسف وأخوه أحب إلي أبينا منا. وهذا الإحساس دعاهم إلى أن يأخذوه من أبوه ويقولوا يلعب ويانا، وبعدين راحوا ذبوا بالبير. فلذلك الإحساس غلط أن يكونون حساسين زايد، وغلط من الأب والأم أن يفرقون بين الأولاد. وإذا كان هناك مقتضي لأن يخص هذا بشيء لأنه ضعيف أو مريض أو عائلته كذا أو بيته إيجار وأنتم كلكم عندكم أملاك وروات، أكون يفهمهم لحتى لا يكون في قلوبهم فد ترسبات تصير بعدين حقد وكراهية. سؤال آخر شيخي بخصوص أن عندها إحدى الصديقات مريضة، هي عندها مرض ومسوي عملية جراحية، ولكن تقول في بعض الأحيان يعطوها بعض الناس لصديقتها مبلغ من المال حتى توزع على الفقراء، فأخذت هذا المال هي وهي محتاجة فصرفت على العملية الخاصة بها. الناس ينطوه يال حتى تتصدق به على الفقراء. تصدق على الفقراء، ولكن هي أخذت المبلغ صرفت على العملية الجراحية اللي هي سوتها لأن هي محتاجة. الحقيقة الأمانة تقتضي أن تأخذ منهم رخصة، لأن نعم. هي أمينة ومؤتمنة، وينبغي أن تأخذ رخصة الله يتصرف هذا التصرف. نعم. فتصرفها غلط. نعم. ونسأل الله أن يكتب لها الشفاء وأن تعتذر منهم حتى يفهمون أن الوضع هكذا صار. وقد يكون لما تخبرهم هم لو مو مأمنين بها ما ينطوها، ولما يشوفوها مريضة تحتاجهم بالله رأسا اصرفيها لنفسك. فضروري تأخذ إذن. نعم جزاكم الله خير. أخونا أحمد بغداد شيخنا الفاضل عند بعض الأسئلة في القرآن الكريم في تفسير بعض الآيات. فالسؤال الأول يقول في قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين، فيقول هل معنى هذه الآية إن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفرح؟ ليس معنى هذا. الفرح الذي يأتي في سياق كهذا معناه الفرحين بما لا يحل، أو المسرفين في الفرح والضحك وكذا. وهنا مسألة الحب ولا يحب يعني أحيانا تصل إلى درجة عكس هذا مذموم، وأحيانا لا، ليس فيه نقص إنما قلة أجر. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في شأنه كله، يعني أي تصرف يكون باليمنى. كلمة يحب، فإذا واحد
ما تصرف باليمنى، مرة باليسرى وكذا، هل آثم؟ نقول لا. لكن ينبغي أن يطبع نفسه أن اليمين دائما أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك باليمين، حتى بالتنعل باليمين، يلبس يخلي إيده اليمنى بالكمام الكمام ثم اليسرى، وهكذا يقدم رجل اليمنى لما يدخل المسجد، لما يدخل بيته مثلا. فهذا التيامن يحبه الله، لكن هل تركه يجر إلى إثم؟ قل لا. لا يحب الفرحين يعني يعذبهم، إذا كان فرحهم بما هو جائز لا يحب الإسراف في الفرح. ولذلك إذا لاحظت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال إذا مكان النبي يضحك؟ قال كل ما جاءت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحك قال يتبسم، وأما ضحك صوت قهقه قال آيو، يعني غاية ما يضحك أن تظهر نواجذه أسنانه من يضحك صلى الله عليه وسلم، أما صوت لا يظهر. فلذلك هو ذاتنا الفرح ما محبوب حيل. هذا إذا كن يوجد مقتضي الإسراف فيه يعدوه حشاء الحضور سفاهة. ليش؟ لأنه تضحك هالقد أنت مبكر راح تقوم، تقوم ما تقدر تقوم، ربما ما تضبط نفسك، ربما ما تنظف نفسك، إيش دعوة هالفرح هذا؟ أما إذا كان الفرح بسبب معصية أو يلتذ بالمعاصي هذا نعوذ بالله يستجلب غضب الله. نعم جميل جدا. تفسير آية ثانية شيخنا الفاضل بخصوص الآية الكريمة إن الله لا يحب الجهر بالسوء إلا من ظلم. نعم. فيسأل يقول هل الذي يتعرض إلى الظلم من حق أن يجهر بالسوء؟ يقصد المراد بالسوء يعني تذكر الذي آذاك. نعم. بسوء قال فلان ما يخاف الله ما يحل ولا يحرم هيك عمل وياي، إذا قلت هذا ترى أول شيء حقك سقط. نعم. فلا تظل تعيد هذا الكلام، بل لو دعوت عليه. نعم. ذكر اسمه قال الله لا يوفقه الله لا يبارك له بأمواله هيك عمل وياي، قال حقك وصلك. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة السمحاء، قال إما تطلب حقك لا تعتدي. الاعتداء شنو؟ قال يدعو عليه، قال صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصف، يعني أخذ حقه. فلذلك إنسان أوذي يصير يقول ما تمدحون بفلان ترى والله هيك سوى بيه هيك سوى بيه هيك سوى بيه، مثل هذا إثم؟ قل لا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم. نعم جزاكم الله خير. سؤال آخر أيضا في التفسير من أخونا أحمد يسأل بخصوص الآية الكريمة إن بعض الظن إثم، فيقول هل بعض الظن الآخر يعني هو من الفطنة؟ طبعا هو الله جل وعلا حينما ذكر هذه الآيات والآيات كلها في سورة الحجرات آيات يعني يجب على المثقف أن كل وحدة يكتبها ببحد وينظرها ببحد ويطبقها على نفسه، لأن فيها أخلاق وآداب مع الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس مع نفسك مع الجيران. فمن جملة الآداب الله جل وعلا قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء، وسخرية عند النساء موجودة يمكن ربما أقوى من ملاحظاتهن، يعني قال عسى أن يكون خيرا منهن. نعم. ثم بعد ذلك قال اجتنبوا كثيرا من الظن. نعم. إن بعض الظن إثم، إذن معناته أحيانا يكون الظن حدسا مبنيا على ذكاء وقراء سابقة، أنا ظنيت هذا الشيء هو واقع، لكن قد يكون خطأ، فإذا كان خطأ والرجل بريء هذا عليه إثم، وأما إذا ما في خطأ كما ظننته هذا ما فيه إثم لكن ما فيه فخر أيضا. وهل معنى هذا أن الواحد يعيش حياته يصير مضحكة يقشمره لا يظن بالناس ولا؟ قال لا، ليس هذا معناه، معناها هناك ظن وهناك حذر، فالحذر مطلوب مع كل إنسان. ليش؟ قال احتمال، يعني من جملة ما الله جل وعلا أمر به مسألة التوثيق، قال لي واحد داين من واحد مبلغ ولو مو كلش، قال ولو كان هاي الورقة قال استلمت من فلان مبلغ كذا قرضا حسنا وخليها يمي، قال لو وجدت كتبها؟ قال احتمال أنه أخسرها وأخسر وياها،
لما يجي وينكر وقال ما تطلب ميمتى وجاي انت انا محتاجك، قام يرد سوء عليه. فلذلك الله جل وعلا قال اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل الى اخر الايه. ليش؟ قال التوثيق حتى لا يروح الحق، اثنين حتى لا تصير انت مضحكك من يجي تنطيه، ثلاثه حتى لا تخسر صديقك، انت لو مو تحبه ما تقرضه، فحتى لا تخسره بالتالي اكتب. يقال ان احد العقلاء جالس في مكتبه وهو كان يعني يبدو تاجر، وكانت الجراره مليانه مبالغ ضخمه وبيها المفتاح، وهو يتكلم ويا هذا وجاء وانطى، وذاك قبض فلوس وخلاها بالجراره وكذا. بعدين صار مقتضي هو ابتعد عن المجر او الميز مترين ثلاثه، جاء قال له فلان رايدك فلان، فهو راسا جاء على المجر وسده وقفله وخلى المفاتيح بجيبه، وهذول الجالسين ينظرون. راح كمل الموضوع وجاء ورجع وقعد، سلام عليكم سلام. قال لعله انتم لفت نظركم ما اني كنت قريب من الباب وسياره، قول له حتى شو ارادك ما صعدت، جيت سديت هذا وكذا، لا يروح على بالكم انه انا اتهمكم، ولكن اللي جعل بالي الحفاظ على الصداقة بيناتنا يتطلب مني أن أسد الباب، أسد المخزن مال الفلوس أو الجرارة وأقفلها وخلي بجيبي، حتى إذا جيت باشر أو ورا ساعتين شفت، وإذا نقص مو بالبال، لو كان موجود المجرى مفتوح وأنتم موجودين إبليس يجيب لي فد وساوس، قال يمكن فلان هو كان قريب على المجر، يمكن بديده، يمكن فلان، قال أريد أبقي على صداقتي معكم وأقفل لهذا. فلذلك أنه هذا الإنسان يسموه حذر وليس سوء ظن. جزاكم الله خير شيخي. شيخي سؤال آخر من أختنا منى، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والصحة والعافية، مريضة وتأخذ علاج كيميائي، وتقول يعني عندها مرض السكري صار وغيبوبة في المستشفى، شافها الله وعافاها آمين يا رب العالمين في هذا الشهر الفضيل. فتقول فقدت يوما في غيبوبة في المستشفى، فأبلغها طبيب استشارة طبيبي أنها لازم تفطر، فتسأل كم هي فدية الصيام لكل يوم. على كل حال إذا هي بهذه الحالة والطبيب قال لا بد من أن تفطر لا يجوز أن تصوم. نعم. هاي ناحية. الناحية الثانية يدخل يصير زينة إن شاء الله وينتهي رمضان أو قبل من رمضان بيوم من العيد تحسب كم يوم إطعام مسكين عن كل يوم. نعم طبعا هي شيخنا الفاضل هي موظفة وراتبها 400,000 في الوقف. على أي حال نعم. إطعام مسكين يكفي أن يطعم على أقل يعني تغذية يومية للإنسان. نعم. يعني حتى بعض الفقهاء كالشافعية قالوا لو أعطى عن كل يوم مدا من الحنطة، المد يعني أقل من كيلو، ثلاثة أربع كيلو. نعم. قال يكفي. ولو قال أعطيه مثل ما أنت تصرف وتأكل يوميا أيضا جائز. نعم. أو قيمة ذلك جائز، ولو بعثوا بطعام إلى عائلة جائز. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى لها الصحة والعافية. آمين. شيخ نسألك نأخذ بعض الاتصالات. أخونا عمار من بغداد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. رجيت أسأل الشيخ الله يحفظه. أي نعم تفضل أخي أسمعك. الزكاة أقول الزكاة يعني هل إن الواجب إنه أنت تبلغ اللي تنطيه من الزكاة تبلغ تقول له هاي ما زكاة، أو أنت ربك أو أنت نفسك نمرة واحد اثنين يعني ممكن إنه تجزعها الزكاة تنطيها العباس والعمر والحسين والكامل بأوقات متفاوتة، هل من ممكن؟ تمام تسمع الجواب للشيخ إن شاء الله. أو تحياتي للشيخ هواي يوصل بإذن الله. طبعا أخونا عمار بعث لك تحيات كثيرة. عليكم السلام وعليه ورحمة الله. نعم. وعلى جميع إن شاء الله. نأخذ اتصال من أخونا عباس من بغداد. تمام نرجع للأجوبة على الأسئلة بإذن الله. تمام شيخنا الفاضل عندنا أختنا أم تركي تسأل سؤال، تقول هل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فسر القرآن الكريم كاملا أن فقط كان يتلو القرآن بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، لأن أهل في الصحابة في وقتها من أهل الفصاحة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله. نعم.
بل ما فسر إلا القليل القليل منه. نعم. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة الظلم في موقع من المواقع لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طبعا الصحابة أهل إحساس وبلاغة ودقة في الفهم. الآية تقول الذين آمنوا، قالوا احنا مؤمنين، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني معناتها لم يرتكب ظلم، لهم الأمن. إذا ارتكب ظلم معناتها هذا ما إلى أمن، يعني احتمال عند الموت يزول الأمان ماله ويكفر، احتمال بعد الموت يعذب في القبر، احتمالات. فهنا كلمة لم يلبسوا إيمانهم بظلم ظاهرها إذا أردنا الدقة والحيطة أي معصية هو ما عنده أمان. فلما فهم النبي صلى الله عليه وسلم فهمهم قال لهم لا، المراد بالظلم هنا الشرك. ألم تروا إلى قول الله تعالى لقمان لما قال لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. أحسنتم شيخ، جزاكم الله خير. وكثير من الآيات لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهمها بعض الصحابة وهم كلهم أهل اللغة، فهم هذا هكذا معناها. قوله صلى الله، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء أهل اللغة العربية قبائل العرب تفهم كلمة القرء، منهم من يفهمه الحيض ومنهم من يقول لا الطهر. نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم فسره؟ قال لا. لماذا؟ قال ربما أراد التوسعة، لأن ما يسكت عنه الله جل وعلا ولم يوضحه هذا فيه توسعة على الناس، لا تظل أنت تدقق وتوصلها إلى نعم. جزاكم الله خير شيخي. سؤال ذي ربط بسؤال الأول، تقول هل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الحروف المقطعة في القرآن الكريم؟ حروف المقطعة في نعم. القرآن الكريم مثلا ألف لام ميم كاف هاء يا عين، يفسرها. نعم. بإجماع العلماء قالوا إن أوائل السور من هذه الحروف هي من المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ولذلك قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هي مرجع، وأخر متشابهات. فالآية الكريمة قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. نعم. إيش متشابهات؟ حتى يقول هاي ممكن هذا المعنى ممكن هذا المعنى ممكن هذا المعنى، المقبول والمرذول راح يصير مجال الذي عنده غرض، فاللي في قلبه مرض يتمسك بهذه ووسع شقة الخلاف ويدخل في التأويل وغيره. نعم. يعني في التأويل المسرف، يعني ربما هناك تأويل يستند إلى لغة، لأن كلمة التأويل مأخوذة من المآل، إذا كان مآل الكلمة في التالي كذا وتفسير الآية يناسب هذا التأويل ممكن. ولذلك يعني كان يعني من الأئمة أهل قدم وباع طويل في فهم النصوص، فقال هم من الراسخين في العلم، يروى أن ابن عباس من الراسخين في العلم، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يعلم إلا الله، والراسخون في العلم يقولون من العلماء من الجمهور قالوا إلا الله لا يعلم تأويله إلا الله فقط، والراسخون مبتدأ يقولون كذا، لكن هناك من الآراء ما ينسب إلى ابن عباس قال الراسخون هم ذو القدم الثابتة في معرفة بعض النصوص ومما فتح الله عليهم، ولربما ابن عباس منهم. نعم. طبعا سيد المخرج بلغنا بأن وقت البرنامج قد انتهى، فإن شاء الله الأسئلة المتبقية نكملها في الحلقات المقبلة بإذن الله. جزاكم الله خير شيخنا الفاضل، أجدتم وأفدتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بعلمك وعمرك، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزيل الشكر والامتنان لكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطاهة على وقتكم وعلى سعة صدركم لهذه الأسئلة بإذن الله تعالى. ولكم في الختام أحبتنا المتابعين كل الشكر والتقدير والامتنان على متابعة برنامج يسألونك الذي يبث بشكل مباشر يوميا خلال شهر رمضان المبارك.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.